السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 18، المجالات المغناطيسية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، وافتح النجاح في إيدك بعون الله. تقرأ المسألة مرة 2-3-4، وتحدد المسألة من أي درس. تلخص المسألة لمعطيات ومطالب بالرموز المناسبة. الفترة الزمنية اللي قرأت فيها المسألة مكنت عقلك من استحضار المعادلة المناسبة للحل. تؤثر قوة تبلغ F، هي رمز القوة، وحدة نيوتن، على جسيم غير معروف. جسيم غير معروف يتحرك بزاوية 90 درجة. إذا نسيتها تساوي 90، عبر مجال مغناطيسي. إذا كانت سرعة الجسيم تبلغ، إذا هي V للجسيم ومتر لكل ثانية، والمجال المغناطيسي يبلغ، يعني B وتساوي 3.20×10^-2 تسلا، فكم عدد الشحنات الأولية التي يحملها الجسيم؟ يعني بده N، يعني أنت بدك تحسب Q بالأول. تحسب Q الشحنة، وبعدين من الشحنة بتحسب هذه. إذا من نظرة سريعة، F تساوي Q في V في B. إذا F تساوي Q في V في B في ساين 90. ساين 90 واحد، إذا بتصير F تساوي Q في V في B. المجهول هو Q. Q تساوي F على V في B. منعوض ومنطالع بتصير هذا Q 3.20×10^-19 كولوم. احنا بدنا عدد الشحنات، فلذلك منقسم الشحنة الكلية على شحنة الإلكترون، بيطلع عندك عدد الشحنات، تطلع عندك 2 شحنة. إحساسك بالفهم شيء، وإنك تحل المسألة بإيدك شيء آخر. وفي رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.